يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك بالنهار سبحا طويلا إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان كيبا للسماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه متاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. دي كانت جزء من التلاوة الخاصة بالملك سلمان اللي نشرها المنشد الإسلامي مشاري راشد العفاسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. عايز أفكر حضراتكم كمان أن أول تغريدة للملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين على تويتر عقب رحيل الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين قال: أسأل الله أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق أماله وأن يحفظ بلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار وأن يحميها من كل سوء ومكروه. بس عايز أقول إن صوته بسم الله ما شاء الله الله أكبر دي جميل حقيقة. يعني أنا كنت قاعد مستمتع جدا وأنا بسمع لتلاوته للقرآن الكريم. حد متمكن، حد حافظ القرآن من سن العاشرة، يعني هو عنده 10 سنوات حفظ القرآن كاملا. وفق الله سبحانه وتعالى الملك سلمان وسدد خطاه بإذن الله تعالى.